مرحبا شباب وصفايا، هلا رح نعمل مقلب كتير خبيث وبشع باحمد. عن جد يا شباب ما رح تتوقعوا شو المقلب. احساسنا احنا عاملين له مفاجاه وجايبين له هديه كتير كبيره، ما هيك؟ مقلب ناري. هلا هلا شوفوا الهديه الكبيره اللي رح نفاجئ فيه شي احمد. هديه ما قدرنا نطالعها على البيت. الهديه حصرا رح تكون وين؟ بالمجمع، صح؟ مجمع، صح. ما قدرنا نشيلها لان كتير كبيره، كتير ضخمه. رح تشوفوها هلا تحت. رح ناخذ احمد لتحت ورح تشوفوا الهديه. يلا انا ورنوش وهشام. رنوش جاهزه؟ جاهزه. شو رح نعمل احمد؟ مفاجاه بتجنن. مفاجاه رح نفاجئه. مو يا جماعه هل رح يكون مقلب حلو كتير؟ خلينا ناخذ احمد على اساس رايحين نعمل له احمد باله خبر ميلاد وهدايا وقصص. يا جماعه مثل ما اتفقنا، يلا يلا امشوا استاذ عيني المفاجاه. يلا قوم احمد. احمد عاملين لك مفاجأة بتطير العقل. مفاجأة نارية. هلا نحن الثلاثة اتفقنا نجيب لك هدية كتير كبيرة، فالهدية ما قدرنا نطالعها لفوق، فنحن قلنا نروح استقبلها تحت لأنه كتير كبيرة. ضخمة ضخمة ضخمة. وكتير حلوة. وما بنقدر لا نشيلها ولا حتى بتدخل بالبيت، حصر راح تكون تحت المجمع. يا رين. ما بتعرف كيف شو بصير. يلا يا طموحه، يلا يا زلمه. ما بتعرف ربك ممكن 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 بجوز كمان تكون باخرة، جيت تكون طيارة، ما بتعرف. لمزين طويلة طويلة. يلا يا زلمة. ما بدك تشوف الهدية؟ ها؟ بس بشرط رح ناخذ معنا ربطة، أول ما نوصل لتحت رح نربط لك عينك. خلص ما فيك. لا ببين هذا. لا ما ببين والله. ببين. والله على كل يا جماعة الهدية شو رأيكم فيها؟ أنتوا حلوة؟ هدية غير. أنت شو رأيك فيها الهدية؟ بتجنن؟ بتجنن. صدقني يا أحمد هالهدية ولا ولك ولك أبوك ما خطر له على باله يهديك إياها. والله العظيم يا زلمة. يا ريت تجيب لي إياها لي والله. لك والله ولا بيحلم فيها. أنت لو مو أخوي بجيب لك إياها. يلا. يلا والله. هدية بتشيل. يلا قوم. قوم. تعال. تعال نشوف. مفتاح البيت معكم؟ لا مو معي. يلا. هلا لا شباب رح نساوي له، رح نفرجي لاحمد الهديه. هديه يا شباب عن جد كمان احمد رح يتفاجئ وانتم رح تتفاجئوا. ما بعرف والله احمد اقول ممكن تكون سياره، ممكن تكون اشياء افضل من هيك، ما بعرف يعني. احتمال، ها احتمال تكون سياره كمان. ها احمد سؤال، شو شعورك انت ورايح تشوف الهديه؟ طب شو متوقع؟ نار يا حبيبي نار. شو متوقع؟ بين المشاهدين الكبار. شو متوقع؟ سيارة. غير. أكبر أكبر من هيك أكبر. هلا كيف كنا شايفين سيارة زيك صغيرة؟ قلت لك ما بينشال. ما بينشال لو ولا بيندخل البيت. ولا بيندخل البيت. إيه بالمي بنسبح؟ لا 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 ما بيندخل البيت. عطوا سفينة الله كنت عطوا. أبعطيك أنا يعني مزح يعني احتمالات. يعني حصان. كمان ممكن. ركوب الخيل؟ ممكن. حصان ممكن ممكن. يعني شغلة بايخة؟ لا حلوة كتير يا زلمة، عم بقول لك دفعنا حقنا. يو كان دفع. كان دفع لك اجرك. لبكت من انت يا زلمة. يلا. هلا لازم نجيب ربطة، ما جبنا ربطة؟ هي كمامة كمامة. حطوا له كمامتين ببعض. يلا. طلع العاصفة يا شباب، يا شباب طلع العاصفة. يلا غمضها هنا احمد. هلا تعال قدام شوي، مو هون. يا جماعة هلا وصلنا لعند المفاجأة، راح تكون حلوة. احمد انت مستعد؟ قربوا لقدام. لك لا لا لك عاش مبدأك المفاجأة. وصلنا يا زلمة. قرب قرب بس تفتح عينه. لا لا قرب لقدام قرب لقدام. قربوا 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 شوي. قربوا 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 وسهلا، بس تكون افتحوا عينه. افتحوا له اياه. اوكي ماشي تمام. راح ركزوا. قرب 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 شوي. قرب بس وقف شوي. هدي شوي هدي هدي هدي. وقفوا جنب احمد انت، وقفوا جنبه تمام. بس قلت لكم افتحوا عينه. بس قلت لكم احمد اذا بدك عيب الموبايل معنا. هات موبايلك شو هسوي لك. لا خلص مثل ما بدك هشام. بس قلت لك افتح عن وشه. بس قلت لك افتح عن وشه. لحظة لحظة بس. يلا جي صوتك. يلا احمد ايش متوقع هدي؟ يلا
لا لا توصل توصل وارد ارغى وانا روحي روحي هون برد برد روحي 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 انا فرط بطني يا شباب فرطت طب روحي 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 يا عند روحي لا روحي 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 يا جو ركض روح اكتب روح خريت خريت على شي خريت خريت على جزء خريت كاس مي يا جماعة كاس مي كاس مي صار تغرى صار تغرى لا انقذوني لا ساعدوني اخ راسي انت انت روح 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 انا ما فهمت هلا انت شو دخلك صاحي خلاص انا بديش اطلع اوه بفسني باني مي هلا الهديه بس بس مش خليني احكي معك شوي الهديه شلون كانت هدي نار يا حبيبي نار بشلك سكر غريت هاي هدي ايش غريتي غريت شبر مي شبر مي لهون ميجا او اصغر هسي تمامد سحبتها لجوا كنت عم تحكي لي بس باحمد ليش هيك تدبني هو مفاجاه حلوه يعني انا فاجاتك انت ضحكتي عني انا شفتك عم تضحك علي عم دبشتك متفق معنا السوج علي طالعت كنا فاكرين نعمل فيك اكثر لسا والله العظيم لسا كنا كان ابشع هيك ايه يلا شوف يا جماعه المقلب حلو كثير حبيناها ما حبيت والله حبيتيه ولا ما حبيتيه حبيتها بس خلص غير نفسك ونحكي فيه يلا
هلا يا جماعة نحن من هون نكون استمتعنا مع بعض. استمتعت أنا. استمتعت معك. أنت أكثر واحدة استمتعتي. ما استمتعت. والله أكثر واحدة. حرام عليك. لازم نشوفه. استفروا. يلا خلص هون يا جماعة لما نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وانتظرونا مقالب أقوى من هيك وها إذا ما أربيهم بالمقالب استنى.